اخويا مكرفس علينا هادي، هادي راه كتهرس الحديد، واحد كتاخذ واحد 30% ديال الخساره ديال الحديد. بعدا هادي اللي كديرها، لان واخا تاخذ طوموبيل جديده لا برودكسيون ديال المغرب، هادشي اللي كتصنع اللي كاين في المغرب، يعني حتى لا كاليتي ديال البياس راه ماشي شي حاجه اللي كتريزيستي في هادشي. هادي هادي كتزيد تكمل، هادي كتجي غير كتكمل، هادي كنعانيو منها بزاف من ناحيه كدير تقريبا مره كدوز هاد البلاصه وفوق واحد وعلى بريز راه كدوك اكثر من واحد 40 مره ولا 50 مره. وملي كتكون طريق عامره يعني كضطر انك دوز هاد الحفاري وتكرفص والو الضرب مصابي. السلام عليكم، معكم دريس غريس الرئيس الاقليمي للمنظمه الوطنيه لحقوق الانسان والدفاع عن الحريات بالمغرب. فضيحه اللي نقدروا نسميوها فضيحه في شارع المقاومه، هذا المشكل هذا اللي كتعاني منه الساكنه وبالاخص المستعملين ديال الطريق. الطريق شوف كيف مهتاريه، شوف انت الحفاري ماشي مجرد حفاري وصافي، هذو راه حفاري خطيرين بزاف، وحنا راه نددنا وغوتنا واتصلنا وما خلينا ما درنا وراسلنا المجلس الجماعي، ولكن مع كامل الاسف ما كاينش تجاوب. المجلس الجماعي وكانه منعدمين فيه المسؤولين، ما كاين حتى واحد. حنا بغينا هاد الناس هادو يلتفتوا لهاد المسائل هادي، هذا راه الملك العام، هذا راه كيشكل خطوره على قبل السيارات. لاحظ معايا هنا كتولي خطوره. واش هاد الناس هادو اللي غادي تضيع عليهم الحديد ديالهم والحاله الميكانيكيه كتخسر ليهم، واش ما كيخلصوش ضرائب؟ واش ما كيخلصوش الواجبات اللي عليهم؟ راه كيخلصوا هاد الواجبات والضرائب وسميتو راه باش تصلح هاد الطريق هادي بحال ما هكا. حشومه وعيب وعار. كنادي وكنطالبوا المجلس الجماعي على انه يلتفت لهاد الشارع هذا ويشوف من الحاله ديال هاد الطريق هادي، لان ماشي غير هاد الشارع بوحدو، راه كاين شوارع وفي مدارات كثيره، راه من البدايه ديال الشارع ديال المقاومه حتى الاخر ديالو راه الطريق مهترئه ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. والله يهدي هذا المجلس هذا باش يلتفت لهذه المساله هذه، وراه حنا كنلتمسوا منهم على انهم يديروا واحد الالتفاته بسيطه ويصلحوا هاد العيوب اللي هي بسيطه، ماشي شي حاجه كثيره. وكنشكروا ميديا لايف على هذه الالتفاته وتبارك الله عليكم جميعا. والو الضرب مصابي، دائما خاصك تضرب. عندك هما واد لي دودا ما مخدومينش مزيان كيضربوا. شي كلمه مسؤولين على قبل هاد الطريق هادي شنو؟ واخويا اش غنقول لك، المسؤولين راه هما كيشوفوا، ماشي حنا غاديين غنقولوا لهم، راه هما كيدوزوا منا يوميا، هما راه هما كيشوفوا وكيتساراو وكيشوفوا المدينه. قال ما واش غتخفى عليهم شي حاجه؟ ما غتخفى عليهم حتى شي حاجه، اللي كاين راه كاين، الواقع راه باين وكنعيشوه يوميا وكنعيشوه عارفين من الفوق حتى لتحت اش كاين. لا حول ولا قوه. لا حول ولا قوه، الله يدير لنا شي تويد الخير.